السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم البيني، فيها مقادير سهلة وبسيطة وتيجي بنين. غادي نحتاج ليه معلقة صغيرة ديال الخمارة، فانيا ساشية ديال الفاني، شوية صفيرة ملون غذائي، شوية ديال الملحة، شوية ديال الخميرة ديال العجينة. غنحتاج درت انا استعملت جوج كيسان ديال الحليب دافي، نتوما تقدروا تستعملوا تعبروا بكيسان ديال العنبة، ديال جوج كيسان ونص، والدقيق حساب العجينة. عندي دو الحليب راه دفيتو باش تخمر لي العجينة. غادي نخوي الحليب على هادشي، غادي نخلطو مزيان بيديا، نخلطو تيدوب كاع داك الفاني الخمارة كلشي يتخلط. تقدروا ديروا في العجانه حتى هي تنفعكم. ها تنديروا عبيدي دابا غادي ندير شويه الدقيق، ندير شويه في الاول ونبقى نحطو بيديا باش ما يتحببش ليا داك الدقيق. هاد الحليب لي درت غيخرج ليا كمية كبيرة ديال البيني. إذا كانت عندكم شي عرادة ولا العائلة كانت كبيرة، إذا كانت شي عائلة كانتو قلال بغات دير حاجة قليلة، ديرها كاس ديال العلبة، كاس ونص كافين. انا درت هنا بالزيت، درت جوج كيسان ديال ونص ديال العنبة. ونخلطو على هاد الشكل حتى يدوب لينا كاع الديكلاتنا. نزيدو الدقيق شوية بشوية تنسالو العجينة كاملة، لا خاصنا الدقيق نقدر نزيدو. نزيد دقيق، عدي دقيق قليل. نهندلكوها من نجمعوها.
في الحليب باش تتلصق، نبقى معاك شويه بشويه، ما غاديش تبقى تلصق. دابا يا جماعة نحاول نحيد هادشي اللي في يديا وهادشي اللي لاصق قصريا. غادي ندلكها مزيان كامله بالدليك ونرجع معاكم. ودابا من بعد ما دلكتها مزيان درت شويه الدقيق باش ما تلصقش، غنخليها ترتاح واحد 5 دقائق عاد غادي نزوج باش ندلكها باش نسرح بالمدلك. من بعد ما خلينا طلقات واحد 5 دقائق دابا غادي نسرحها بالمدلك. انا الطريقه اللي غادي ندير غادي نستعمل فيها البنان من الداخل، لما كانش متوفر عندكم بنان تقدروا تسرحوها كما هذا الشكل. لما كانش متوفر عندكم بنان تسرحوا على هذا الشكل، تسرحوا رقيق تخليوها تخمر، تقطعوها بالموس ولا بالطابع اللي بغيتو على القد اللي بغيتو القياس اللي بغيتو الشكل وتقليوها حتى تجي سهله. الطريقه اللي غادي ندير غادي ندير وسطها ندير وسطها البنان حتى تجي شكل زوين. نحاول ندلكها مزيان ندققها. غنكملها بالدليك ونرقها ورجع معاك. دابا من بعد بدلكتها مزيان على هاد الشكل رققتها مزيان دقيقة، أنا قشرت 4 البنانات غادي نحطهم على هاد الشكل في القنت في الحاشية ديال العجينة. نحاول ندير وحدة على وحدة نغنس نكملها بنص. غادي نحاول ندير عليهم عجينه بهذا الشكل باش يشدو شويه راسهم. نحاول نزيرهم مزيان باش ما يتحلش. نولوي ونزيرو. من بعد ما برمنا تيجي على هذا الشكل. دابا غادي نشد شي موس يكون ماضي غادي نقطعه. انا هنا قسمته على جوج باش يبان لكم مزيان. غادي نحاول نقطع بشويه ما نبركش عليه بزاف باش ما تخسرش. تجي على هذا الشكل هذا هذا الشكل. هذا
حاولوا رقوا شويه مع غادي تخمر بقى غادي تزاد. غادي نكملها بالقطعه، غادي نفرش ليها شي منديل ونحطها نقادها ونغطيها بواحد شي منديل اخر ونخليها تخمر تضاعف الحجم ديالها. دابا درتي على هذا الشكل، غادي نخلي نغطي بمنديل اخر سربيته اخرى ونخليه يخمر تضاعف الحجم ديالو. عاد نشعل على المقله تسخن الزيت، نكف فيها الزيت ونخليها تسخن وعاد نبدا نقلي. ودابا من بعد ما خمرات لينا تضاعف الحجم ديالها على هذا الشكل، انا دابا شعلت على الزيت يسخن ودابا غادي ندوز نقلي. على دابا درتهم تيتقلاو كيتنفخو مزيان، غنخليهم يتقلاو يتحمرو بحال هاد الشكل، يتحمرو مزيان ونديرهم يتسطرو فشي حاجة من الزيت دخلو فوق هداك الورق النشاف تيتشربو كاع الزيت اللي فيهم. عاد نرجع معاكم. دابا من بعد ما تقلاو لينا خليناهم شوية بردو تسطرو من الزيت، أنا درت هنا السنيدة، غادي نغطسهم في السنيدة على هاد الوجه، على هاد الوجه ديالهم ماشي على التحتاني، على هاد الوجه يجيو على هاد الشكل، على هاد الشكل الفوقاني، الوجه الفوقاني يجيو على هاد الشكل. غادي نكملو كامل بالسكر على هاد الشكل وغادي نرجع معاكم. هذا هو الشكل النهائي ديال البيني، تيجي على هاد الشكل، تيجي خفيف وزوين، يعجب الدراري الصغار اللي درت وليهم يعجبهم بزاف. الى عجبكم هذا الفيديو، الى عجبكم البيني اللي درت لكم اليوم ديروا لي جيم، وما تنساوش تابونوا عدي وبارطاجيو مع الاصدقاء والحباب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم. Shake it, baby.